سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الشيخ محمد آذن أو كمدة علماء الصومالي لان أو سوق كسر المجال ده إيرجابو حرنته قبل كسناك أي مركزي وحو تجي بورت دالو أو يدو كمدة جوبها لاد الحس كتاقو شيخة أي فولي بورت مركزي قيب كمدة أو قيب تقوليرا شيخ وحوال كسي كدل آخري قرآن كريم كسورة كمدة إلى داودة صاحب يال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وصاحي ماذا قلت اني تلصم كتيك فايبر اوبتيك ما حدري تلصم اني كتيك فايبر اوبتيك ماذا قلت اوبتيك محوها وحرق انترنت كيس حواريس او سريوي حواريس سريوي ساسو دولي انترنت كل عيرك دينا هذا المحاد يجي يجيني ستا تمحا ما يجي قراع انترنت دان باي شاي يشي ودرك يسين ما شاء الله سودو هذا برتاي يقفل فايبرك لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غايغا حافيس كايغا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121 وحي فافاهين انتاسي دير كلا حديد تليفون ندا شاشة دهورتا دا كمودا